السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل المربى. طبعا احنا في موسم المربى دلوقتي، والفراولة احنا في موسم يعني الفراولة، والمربى طبعا اسعارها طبعا زادت. هنعمل النهاردة ان شاء الله الفراولة بطريقة جميلة جدا وسهلة وطعمها حلو جدا. دلوقتي انا جبت 4 كيلو بس تقريبا، يعني اللي باع لي الفراولة مش الميزان بتاعه مش مظبوط. دول 4 الا مش مشكلة، المهم غسلتهم كويس، حطيت عليهم شوية خل وسبتهم شوية طبعا في المية عشان ينزلوا اي حاجة تراب اي حاجة فيهم، لحد ما بقت ميتهم نظيفة كده زي ما انتوا شايفين. غسلتهم 3 مرات، بس طبعا بتحطي عليها شوية خل كده وتسيبيها شوية، وبعد كده بتجيبي حلة تحطي الفراولة بعد ما تصفت من المية. وبعدين حطيت 1 كيلو إلا ربع سكر عشان ما تبقاش مسكرة قوي، 1 كيلو إلا ربع يعني 3 كوبايات، 3 كوبايات سكر. وبعدين بتسيبي ال3 كوبايات على الفراولة كده. وبعدين جبت كيس اللي هو بتاع صوص الفراولة وحطيته برضو مع السكر ده. طبعا تاني يوم بتبيتيها لتاني يوم، فنزلت كل المية اللي فيها، السوائل اللي فيها كلها. بعد كده هترفعها على النار، اول ما تغلي كده بقى بتوطي عليها خالص وتسيبيها بقى، وتحطي عليها ايه، ليمونة، ليمونة كاملة يعني. دول الفراولة دي بعد ما اتغسلت واتنضفت بقوا 3 كيلو صافي، بتحطي عليهم 1 كيلو إلا ربع سكر معاهم الليمونة دي. ولو متوفر عندك صوص الفراولة بتحطي كيس صوص فراولة، مش متوفر عادي يعني مش مهم. بعد كده بتسيبها تغلي، طبعا بتبقى لسه ما الصوص بتاعها ما تقلش. ده كده بعد ما استوت خلاص هطفي عليها بقى، بتحطي لون لو عندك برضو لون طعام احمر بيديها لون احمر حلو، وطبعا نقطتين فالينيا، لازم الفالينيا دي طبعا. دي كده الفراولة بعد ما استوت، بس كانت لسه سخنة، هتلاقوها لسه ما جمدتش شوية او ما تقلتش كده. بعد ما تقلت يا سلام بقى مع القشطة، بتبقى طعمها جميل جدا. في الفطار في العشاء ده طبعا شكلها النهائي، شايفين يا جماعة تقيلة ازاي، وقطع بقى يعني انا سويتها زي ما هي ما قطعتهاش، يعني طلع قطع كده معايا جميلة جدا. ده شكلها النهائي، طعمها تحفة جدا جدا، والاولاد هيحبوها جدا. وده شكلها النهائي، يا رب طريقتي تكون عجبتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.